السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بيان. اليوم حلقتنا عن أنواع العطس. في ناس بتعطس بطريقة مهذبة، وفي ناس بتعطس بطريقة يعني عالية، وطبيعة أشخاص يعني. الطريقة الأولى بترد عليها البنت بتحكي لها هاي مش طريقة عطس، هاي الطريقة. بيعطسوا ما تسي طالعيها طالعيها. لا يا سيدي كمان برد عليهم الشاب بيحكي لهم الطريقة الصح هاي هي. تفضل غلطانة، هلا رح تشوفي كيف بيعطسوا. على فكرة الضحك العطسة الأخيرة هي ضرطة ما لها علاقة في العطس. كان معكم أخوكم أبو يانا، تحياتي لكم.